تولى منصب وزير السياحة في مارس من عام 2016، واستمر في المنصب حتى عام 2018. من مواليد عام 1956، تخرج في كلية السياحة والفنادق، عمل في بداية مشواره المهني في فندق ماريوت القاهرة، وتمت ترقيته لمنصب المدير المالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق ماريوت الشانزليزيه بفرنسا لمدة 23 عاما، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية بروكسل لإدارة فندق الماريوت لمدة 3 سنوات. تم اختياره للعمل في مجموعة الخرافي لشغل منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق بالمجموعة من عام 2009 إلى عام 2016.